لومار علامة تجارية خاصة بتصميم الثوب الخليجي، تختصر اسم المصمم السعودي لؤي نسيم وشريكة حياته منى الحداد. هالمشروع بلش بفكرة بسيطة وصار اليوم منتشر بعدة محلات تجارية بالسعودية من خلال تحويل الثوب أو الكندورة يلي بيلبسها الشباب بالخليج إلى لباس عصري بواكب الموضة. الفرصة اللي جاتنا مع عبد المجيد عبد الله، وكانت فرصة حلوة يعني. فنانين تانيين ماني فاكر أحد معين، لكن في على مستوى الـ 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 يعني الـ الـ الوزراء الوزارات الناس اللي لهم يعني بصمة في البلد هنا، أسامي كبيرة يعني بتجي عندنا وبتعمل ثيابهم، وأنا بنفسي أقعد معهم وبعض الأحيان أديهم اقتراحاتي وأصمم لهم بعض الأشياء خاصة بيهم يعني. في الفاق العربي كناس يعني كفنانين أنا أحترمهم كثير يعني، منهم راغب علامة كنت دائما لما أتفرج على الفيديو كليب أقول الله يعني هذا لو كان لابس ثوب يعني كان حيكون مرة شكله مختلف ويونيك يعني. بالنسبة للفنانين الخليج يعني أحب إنه يعني أتمنى محمد عبده وعباد الجوهر عبد المجيد عبد الله، طبعا إحنا عملنا له مجموعة، فهدول الفنانين اللي أنا يعني أحب إنه أتعامل معهم. زي ما انتم شايفين هنا احنا خرجنا من اللون الابيض للالوان الجديده هذه زي الرمادي وزي البني. مثلا اذا تكلمنا عن هذا التوب، مثلا هذا التطوير يعتبر للتوب الحجازي. نحن نعرف ان التوب الحجازي كان دائما بينضاف هنا عليه الازرير الحديد، بعد كده احنا طورناها بحيث صارت ازرير نقدر نسميها من الكوك الخشب. أنا متأكد إنه أقدر لومار تقدر كمان إنها تعمل مزج بين الثقافة العربية والخليجية مع الثقافة الغربية، لكن يعني ما أعتقد إنه في السنتين الجاية هذه. كمان من التصميمات الجديدة اللي أضفناها في 2009 مثلا زي هذا التوب، يعتبر من الثياب الجديدة اللي بدأت في 2009 وإن شاء الله تستمر معنا إلى 2010. هذا التوب لو تلاحظوا أنه توب عليه كتابة بالحروف العربية والإسلامية، وبعدين هذه الكتابة عبارة عن طباعة، والطباعة هذه مضاف عليها تطريز زي ما هو هنا ظاهر. وهذا التوب إحنا عملناه مبدئيا حيكون للأطفال من سن حوالي 4 سنوات ل 12 سنة. احنا عارفين احنا عندنا في المناسبات بالذات في السعودية بيلبس العريس دقلة، وهنا ان شاء الله في 2009 عاملين هذه الدقلة، هي من قماش لينن بني مطرز عليها تطريز اسلامي، يعني يعتبر من الموديلات الحديثة، نفس طريقة التطريز هذه جديدة مستوحاة من الطراز الاسلامي.